السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع، جمعة مباركة علينا وعليكم يا احنا متابعين. ما شاء الله تبارك الله، هذا اليوم بنسوي خلطة السرية اللي هي خلطة ولد الشرقية، تعتبر مكمل غذائي للحمام والصيصان والطيور والأغنام والخيول. طبعا هذه أكل رايح أجرشها ونعطيها مكمل غذائي للصيصان وللدجاج والحمام، يعني جميع الحيوانات بإذن الله تعالى. طبعا هذه أقوى بروتين في العالم بإذن الله تعالى. طبعا أنا قاعد الآن أجرب بذور وأطحنها وأقدمها حق الصيصان والحمام والطيور، ما شاء الله تبارك الله، هذا أقوى بروتين، وإن شاء الله عن قريب رايح لعنن عنها المحلات مثل مؤسسة عالم الطيور أو محلات الجرودي للحبوب والأعلاف، وإن شاء الله الأسعار بتكون تراضي الجميع. أيوة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما علمتكم هذه البذور تعتبر مكمل غذائي وبروتين عالي، تنفع للصوص وللدجاج، جميع الحيوانات باعتبار يعني جميع الحيوانات. طبعا الآن بنجرشها إن شاء الله قدامكم، نخليها ناعمة شوي، ناعمة وشوي خشن علشان الصوص يعرف يأكله والحمام يعرف يأكله. من البذور طبيعية، بلا سعف بلا خرابيط يحطونها سعف يحطونها. هذه البذور حطناها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شق الطحونة بسم الله. الخيول ما شاء الله تبارك الله، زي ما شفتوا طحناها طحنة ناعمة، نخليها مرة وطحنة ثانية نخليها خفيفة. اوكي، هذه الطحنة الاولى. زين، خلنا ننزل هذه واريكم الطحنة الثانية. طبعا الان الخلطة الثانية، شوفوا الان هذه تعتبر شوي خشن، تاكل الصيصان وتاكل الحمام. الان بنخلط الخلطة الثانية، نخليها ناعمة، ما شاء الله اقوى بروتين ان شاء الله في العالم. شوف، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوي فيها حب بذور علشان الحمام الكبير تاكله، وهم تعرف تقر الصغار. اذا صار زي كذا على طول ان شاء الله رايح اوريكم الحمام كيف تاكل الخلطة باذن الله، خليكم معي.
مشكلة، ماكو عندي حد. شوف يا ابو الشباب، هذا مكمل غذائي للصوصان، ما شاء الله تبارك الله. شفتوا كيف الطريقة؟ زي ما علمناكم، لو تلاحظ كم بذور ما شاء الله تبارك الله، فوق العشرة ما شاء الله. تابع كم بذرة موجودة، اوكي؟ هذا آخر. إن شاء الله بوريكم الحمام كيف تاكله مع الصيصان بإذن الله تعالى. طبعا هذا الاكل يا شباب اللي جرشناه، الان بنعبيه حق الحمام. اوكي، طبعا انا مجوع الحمام تقريبا يوم كامل. ليش؟ علشان ابغى اشوف الحمام يتقبل هالاكل هذا ام لا. اوكي، خلنا نجرب معاكم ونروح للحمام ونقول ما شاء الله تبارك الله. هذا احنا عند الحمام، ما شاء الله. شوف طبعا تقبل الحمام حق المكمل الغذائي حق خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. هيك المفروض نحط الأعلاف. زي ما علمتكم ما شاء الله تبارك الله، هذا البروتين. مرحبا مرحبا مليون. هنا نجيب الثاني الاكبر منه. عمي جيبه، هذا جيبه. ايه طبعا شوف الحمام كيف متقبل. بسم الله، حتى الدجاجة قامت عن البيض ما شاء الله تبارك الله. وهذه الخلطة اللي جرشناها قدامكم ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الحمام ياكل من البذور ما شاء الله. ونقول مرحبا مليون خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. يعتبر مكمل غذائي تنشيط حق المبايض، واكل صحي ما شاء الله.